الموظف في محطة البنزين طايش جدا لدرجة ان هو بوظ لزبون عربيته اللي هو الضحية. يا ترى صاحب محطة البنزين هيعوضه ازاي؟ قرب اللي عذبت. بس شو عم تعمل؟ عم تعبي لها مازوت. وقف وقف. لا ما بدها مازوت مدام، جاي صفي طان. نزعت وقف، نزعت الموتور. شيلها شيلها بسرعة مدام. مدام ما بدك مازوت، صفيتي هون ما حصفيتي هون على هيدي. انت اللي تصفي، يخرب بيتك. معقول يعني تصف؟ افتكرتك على المازوت. ولا وشو شايف مع تاكسي؟ هلا نزعت الموتور؟ كيف بدنا نشيلهم؟ معلم 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 هلا بنشيلهم. تفضلي معلم. كيف بدنا نعمل هلا؟ كيف؟ خلص خلص وقف وقف. شو الحل هلا؟ وقف وقف لي بهذا. شو هالحكي؟ وقف وقف هلا. ولو؟ هلا بنشيلهم مدام، هلا بنشيلهم. جيب لي جيب لي هيدي. كيف بدك تشيلهم؟ خلص دقيقة مدام، ما تعت عليهم، أنا صاحب الترمبة. قلت لك بنزين بدون رصاص، قلت لك بنزين بدون رصاص، بتعطيني مازوت؟ مدام أنا صاحب الترمبة وعلي. شو افتكر؟ شو حاطين حمار هون؟ اسمع علي أنا. خلص اسكت، معك حق. عامل كمان عم تعبي مازوت؟ عم تعبيني مازوت، أنا ما قلت لك رصاص بدون رصاص، بنزين بدون رصاص. أنت صفيتي هون مدام، مش أنا صفيتي. هلا ما بدنا نعصب، هلا ما بدنا نعصب. لا لا حل فيلم شوف خطير. خلينا خلينا نفشها، ما بقى بيسوى الدوري. رح نفشها، نغسل الموتور، نغسل الموتور. وشو لازم نفرق اذا فقدنا الريزرفوار من تحت؟ ما بينزلوا. هلا بدنا نفقد الريزرفوار. هلا بنضربوا ضربتين. خلص مجبورين نفقد الريزرفوار. هلا بنفقد علي كل شيء. وبدك ما بعرف، خلينا نفشها. هلا بنحكي. جيب لي المسمار او هذا المقدح، مقدحه شوي. هلا وقف لي المقدح، خلينا نفشها. يا حسني قرب، يا قرب، خلينا نفش. احل خلص ولا يهمك. ده خلص هلا هاي اللي بتطلع من تحت، ما لها رسائل. بعرف مش بعرف بشتغل بسيارة. ما بعرف كيفك تسكر لي اياها. طب هلا ليك اذا ما زبطت بعطيها سيارتي هاليومين. هاي سيارتك انا. هيدي سيارة، هاي سيارة، هاي سيارة، هاي بدك تعطيها اياها. شو بقى سيارتي يعني؟ سيارتي بدهم تمشي معها يومين، بكون صلحنا. مثلا انا عم نغير، مننظف الموتور، من غيره من جوا. ما تعترف. انا هلا بظبط لك اياها. خليني ظبط لك اياها. اطلع دور، ما تدور، بس هيك حط هيدا لنتفشى. تفضل. طب ليش لنتفشى؟ بدورها بحطها هونيك. لك ما بيسوى تدورها، روح. ما بيسوى تدورها؟ شو هاي اوتوماتيك؟ هي اوتوماتيك هيدي. شو اوتوماتيك؟ هي اوتوماتيك. طب خلص. دورها دورها، باخذها لهونيك انا. مدام يلا دقيقة، هلا بنغسل لك الموتور، بنفخط الريزرفوار. وكيف وكيف بدها تعمل الريزرفوار؟ هلا بنفخطه نحن بشي مقدح، بشي بنفخط الريزرفوار. بنأمن ريزرفوار جديد، أنا علي هول، بنأمن ريزرفوار جديد. هلا بنفخط ريزرفوار جديد. ايه هلا بنبعث حدا يروح. بتاخذ سيارتي هلا بس بدها تروح. بس خليني اشوفها. خيي خيي خيي. أنا عم بعطيكي سيارتي. معلش معلش معلش، عمو معلش. خلص روق شوي. خليني انا احكيكي، ما توخزيني مدام. عن جد هذا شريك الثاني مش عارف شو بدي اعمل فيه. قال لي ابن عمي بده يشغله ومدري شو. هلا اللي بده يصير رح نفقد الريزرف. مش حخبره روح من هون. هي هلا هلا مدام علي، ما بدها هالمشكله يعني. شو يا خيي كل من خلقت اذا بتريد. بدي مازوت، انا بدي بنزين على هيدا. حقك علي والله العظيم. بقول لك شو حيصير. حطوني ميه. هلا بنتفشها لهونيك. ايه بنحط بنفخت هيدا بالمقدح، بنفخت الريزرفوار، بنجيب ريزرفوار جديد. ايه لنمشي حالنا فيه شوي، بنغير موتور. هلا هلا رح تاخذ معنا العمليه شي ساعه ساعتين، بنروح عند الميكانيسيا. نحن بنوصلك، نحن بنوصلك، بنغير لك الموتور. دورتها بدون ما انتبه. دورتها؟ ما بيسوى؟ هلا بعد كمان دورت. طفيها طفيها. خلص الموتور انتزع، هلا صار بدنا موتور جديد. بنجيب موتور. اعطيها المفتاح، اعطيها المفتاح لما تدورها بقى، اعطيها المفتاح. اعطيها ال 10,000 ما توخزيني. اعطيها اياها منك، اعطيها اياها منك. اطلع هون، فل من هون. تفضلي مدام. في جزدانة وفي هيدا. خليك خليك مدام، دخيلك ما تعصبي، هلا انا بحلل لك كل شيء. خلص خلص مدام. هلا شو بدي اعمل؟ انا هلا بقول لك شو. هلا
نحن رح نفخت لك الريزرفوار مثل ما قلنا، نعبي لك نغير الموتور، بنحط موتور جديد. تفضلي. بنحط لك موتور جديد، كل شيء علينا. هلا اذا بدي يعني بدك تنطري لك ساعتين ثلاثه، نحن قصتنا باي، نحن بنواصلك عليه. بتفك لها الموتور ما غير نوع عادي. شو اهبل بالمره انت؟ خالص خالص، ما معقول. ابدا هلا في مشكله، غلطه علي وعليك، عليك انت صفيتي قدام يا حبيبي. اذا بتريد اذا بتريد المدام عم تتوقف كل عمري صفاه. اسمعي لاقول لك شو في امر. قد ايه معاشك انت؟ ليش؟ بدك توصل؟ ردت انا بحكي انا بس رد على التليفون. لا لا اسمع شوي، قد ايه معاشك انت؟ قد ايه عم بيعطيك هذا؟ ضروري خبرك انا قد ايه عم بيعطيك. قد ايه عم بيعطيك؟ 300,000. هذا بده يسلمني ترمبه بس. 300,000. انا بدي اقبل تسلم الترومبا يا غير. اسمع 300,000. هلا اكثر شيء ايه بقسط لك 50,000 كل شهر. قد ايه حق السياره؟ 3,000. 10,000 دولار هيدي من الشركه. يعني اذا قلنا 50,000 بالشهر بده يقسط لك 50 سنه. هلا شو بدي اعمل هلا؟ شو بدي اعمل؟ بغير الموتور. بغير الموتور؟ بدي خليها هون؟ بدكم توصلوني على مستشفى مجاوده؟ بعدين توصلوني على ايباي، ومن ايباي بدي انزل. بتكون خاصة السيارة؟ اه بدها شي جمعتين، ما غير موتور. بدها جمعتين؟ اقل شي. انتم بدكم تغيروها هون؟ احنا مش شغلتنا موتورات، هلا انا عم جرب اعمل معك شي لسبب. يعني كيف حطلي المازوت هيدا؟ كيف عمل فيي هيك؟ شوف شو عامل فيي. يا عمي شو عمل فيي هيك هيدا؟ شو عمل فيي هيك؟ حطلي المازوت. تعال شوف تعال شوف. هي قالت لك المرة بدها مازوت؟ بدي بنزين. هي وقفت هون، انا ما عرفت شو بدها وشو ما بدها، وقفت هون وحبيت لها. شايف السيارة فكر. لا كيف ما بدها تعصيب؟ مفكر السيارة تاكسي عم بتعبي مازوت يعني؟ خيي فيني شرك، فيني شرك يا خيي. هذا منين جايب لي اياك قرايبك؟ خليني انا احكيك كلمتين. قلت لك شو؟ انا هلا بشوف شو بدي اعمل. لا خلينا نقرب، خلينا نقرب اذا بدك. خل عني عن جد. لا 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 من ايدك بدها تاكل بيتزا؟ ما حدا حدا بتطلب علي من ايدي. بدي سيارتي. هلا شو بتعمل لي بسيارتي؟ هلا عم بقول لك شو بدنا نغير الموتور. ايه بدك جمعتين اقل شيء السياره ما تسوقيها. انت معك غيرها؟ لا ما معيش غيرها. طب عم بقول لك بعطيها. وصلوني مين بيوصلني؟ بعتبر انه عم تاخذها سياره تاكسي. لا انا بتاكسي لا تاكسي. لا شو خلص هو بيوصلك، معه سياره هو اذا هيك. ما بديش وصلني، انا بتاكسي. بدك تاكل بيتزا هات لهون، تفضل. طب تفضلي خلينا نقعد ناكل بيتزا، خلينا نقعد ناكل. انا ما بديش اكل بيتزا، بدي فل، انا عندي حكيم حكيم. طب بيتزا لقمه صغيره. ما بدي اكل. طب طيب. وينو الي؟ وينو الي؟ طب بلا البيتزا. وينو الي يا عمي؟ وينو الي؟ طب بس بلا البيتزا خلص. يا عمي بلا النهار. قريها شوي. طب قريها شوي. قريها شوي. ما بدي ضرب حدا. مدام قريها. ما اكلت الضرب على ال بي سي؟ عم نمزح معك على ال بي سي. اكلت الضرب على ال بي سي. عن جد؟ ايه ولو معقول يعبي لك مزود يعني؟ ليش عملت سوا فيي هيك؟ اكلنا الضرب على ال بي سي.